جوستوبيار، من ستكون الأسبقية الآن؟ هل يفعلها جوستوبيار؟ إيلانو يضيع، باريتو يضيع، باريتو يضيع ضربة الجزاء المعتاد. جوستوبيار يربيها تياغو سيلفا على الجهة اليسرى أم اليمنى؟ اليسرى أم اليمنى؟ أتصور بأنها على اليسرى. مشاهد يقول لي ممكن على الجهة اليمنى، ممكن برا، ولكن على الجهة اليسرى أعتقد تياغو سيلفا يضيع على الجهة اليسرى ويضيع. أوه يا تياغو يا سيلفا، فرصة بين أرجيك، لا 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 لا، معذرة. إستيغاريبيا، إستيغاريبيا في تنفيذ هذه الضربة بيسرى، أين يضعها؟ من هناك على الجهة اليمنى. إستيغاريبيا من هناك على الجهة اليمنى يا جوليو سيزار. اليسرى ويسجل استيغاري. بركز، اين يضعها؟ سنتوس جانبية، اين يضعها؟ سنتوس جانبية، برا، رماها برا سنتوس، ليس الارضية يا سنتوس، وانما على يسار جوليو سيزار ام على يمينه؟ على يسار جوليو سيزار ام على يمينه؟ على يمينه، لانه يساري واليسرى تكون قوية. ريبيروس بروعة، فريد أم من سينفذ هذه الضربة؟ أعتقد بأنه فريد هو الذي سيتولى التنفيذ. خذ مساحة طويلة يا فريد، خذيت مساحة طويلة يا فريد، خذيت مساحة طويلة يا فريد أمام جوستوفيار. فريد وجوستوفيار خذا كامل وقته، يتردد، يتخلف، يضيع، البرازيل يقصى والباراغواي يفوز ويتأهل من دون أن يسجل البرازيل ولا هدف. فريد يضيع الضربة.